بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 38 بعد 100 في سلسلة الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. وصلنا إلى الحكمة التي يقول فيها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: أمرك في هذه الدار بالنظر في مكوناته، وسيكشف لك في تلك الدار عن كمال ذاته. أمرك الله عز وجل في هذه الدار بالنظر في مكوناته، وسيكشف لك في تلك الدار عن كمال ذاته. معنى هذا الكلام أن الله سبحانه وتعالى يطلب من العبد أن يكون دائما مع الله، سواء في حياته الدنيا هذه أو في مآله الذي سيرحل إليه بعد موته في دار الآخرة. المطلوب من الإنسان في كلا الحالتين أن يكون مع الله عز وجل، لكن مع فارق كبير. معية الإنسان مع الله في دار الدنيا معية تكليف، ومعية الإنسان مع الله عز وجل في الدار الآخرة معية تنعيم وتشريف. لاحظوا الفرق بين المعيتين. في دار الدنيا يطلب منا الله عز وجل أن نعرفه وأن نؤمن بوجوده وأن نعرف صفاته وأن ندرك الأسباب التي تجعل العبد يتشوق إليه. كيف يكون هذا؟ يكون كما يقول ابن عطاء الله في كلامه الدقيق جدا: أمرك في هذه الدار بالنظر في مكوناته. يكون ذلك بأن تتأمل في مكوناته، يعني نظرك إلى الله عز وجل في الدار الدنيا إنما يكون بواسطة مرآة هذه المكونات. تنظر إلى المكونات وتتأملها بعقلك، لتتبين فيها صفات الخالق عز وجل، ولتتبين فيها دلائل وبراهين وجوده، ولتتبين فيها دلائل وحدانيته، ثم لتتبين في مرآة هذه المكونات صفاته. غناه المطلق مع افتقارك الشديد إليه، ثم لتتبين في مرآة هذه المكونات عظيم إحسانه إليك. أنت عندما تتأمل في هذه المكونات وعلاقتك بها تطالعك هذه المكونات على عظيم إحسان الله سبحانه وتعالى إليك، ثم تتأمل وتزداد تأملا
فتتبين فيها باهر جمال الله سبحانه وتعالى الذي لا يعلو عليه جمال، بل الذي ينبثق منه هو كل جميل وكل جمال. نعم، عندما تنظر إلى هذه المكونات المخلوقات بعين بصيرتك وتتأملها وتتدبر تدبير الله وعظيم صنعه لها، تطالعك هذه المكونات على كل هذه الأشياء، فتجعلك هذه المكونات أولا تؤمن بالغيب، وهذا هو التعبير القرآني، أي تؤمن بوجود الله عز وجل قبل أن تراه، تؤمن بوحدانيته قبل أن تراه بعينيك. نعم، هذا هو الإيمان بالغيب. ثم إن رؤيتك له لا مباشرة وإنما عن طريق آثاره، مخلوقاته، مكوناته، هذه الرؤية تجعلك تتشوق إليه، تجعلك واقعا في عذاب اشتياقك إليه، وهو فعلا عذاب اشتياق لكنه في الوقت ذاته عذوبة اشتياق أيضا. هذا معنى رؤية الإنسان ربه في دار الدنيا، وهذه الرؤية هي رؤية تكليف، ولذلك قال ابن عطاء: أمرك في هذه الدار بالنظر في مكوناته. الحقيقة هو أمرك بالنظر إليه لا إلى مكوناته. ما الفائدة أن تنظر إلى مكوناته مفصولة عن ذاته؟ لا، ولكن شاء الله عز وجل لحكمة باهرة أن يريك ذاته في هذه الدنيا من وراء هذه المكونات، للسبب الذي ذكرته لك. أولا، تنال بذلك أجر الإيمان بالله غيبا، وأعظم ما يؤجر عليه العبد يوم القيامة أن يكون قد أتى وهو ممتلئ اليقين في دار الدنيا بأن الله موجود، وأنه مكون هذه المكونات، وأنه واحد، وأنه يتصف بصفات الكمال كلها. أعظم ما يؤجر العبد عليه إيمانه بالله غيبا. لذلك لاحظوا، أول صفة وصف بها الله عز وجل عباده المؤمنين ومدحهم بها هي صفة إيمانهم بالغيب. ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. بدأ يصفهم فقط الذين يؤمنون بالغيب، ثم قال بعد ذلك: ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة إلى آخره. فجعل الصفة الأولى والمزية الأولى التي امتدح بها عباده في دار الدنيا إيمانهم بالغيب. لم يروا الله ولكنه كان ملء قلوبهم، آمنوا به. لم يروا صفات الله أمامهم من خلال رؤيتهم له، لكن قلوبهم كانت فياضة بيقين ما مثله يقين بصفات الكمال التي يتمتع بها وإن لم يكونوا قد رأوه بعد. هذا معنى الإيمان بالغيب. طيب، كيف آمنوا بالغيب دون جسر بين عقولهم وبين لا جسر موجود؟ ما هو هذا الجسر؟ يعني ما هي همزة الوصل بينهم وبين هذا الإيمان بالله؟ مرآة المكونات، هذه السماوات، هذه الأفلاك، هذه الأرض التي نعيش فوقها، هذه النباتات التي تفور على وجهها، هذه النعمة الرحمة
التي تهني من سماء الله إلى أرضه. هذا كله إذا تأملت فيه تجده مرآة توضح لك جلال الله، لطف الله، كرم الله، رحمة الله، قدرة الله، تدبير الله. نعم، طبعا وجود الله قبل ذلك كله. ولذلك نقرأ تلك الآيات التي يصف الله عز وجل أيضا فيها المؤمنين في خواتيم سورة آل عمران: ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض الذين يذكرون الله قياما وقعودا ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت إلى آخر الآيات. نعم، يمتدح الله عز وجل عباده المؤمنين بأنهم يستدلون بمخلوقاته عليه، يستدلون بالآثار الدالة عليه على ذاته. نعم، ولا ينظرون إلى المكونات نظر الحيوانات العجموات، لا استغفر الله، نحن نسيء إلى الحيوانات العجموات إن قلنا ذلك. والله الحيوانات العجموات تعرف مولاها وتعرف خالقها وتسبح مولاها بأبلغ بيان في عالمها، ولكن نحن لا ندرك تسبيحها كما يقول الله عز وجل: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. نعم، طيب، إذن رؤية الإنسان ربه في دار الدنيا هي رؤية تكليف. لذلك ابن عطاء الله يقول: أمرك في هذه الدار بالنظر إليه، يعني من خلال مكوناته، بالنظر في مكوناته لتراه من خلال مكوناته. هذا الإيمان هو الإيمان بالغيب، مزيته كبيرة جدا جدا. ما هي نتائج رؤيتك لله من خلال مكوناته؟ نتيجة ذلك اشتياقك إليه، لأنك في الواقع لم تر ذاته، رأيت آثاره، رأيت مظاهر قدرته، مظاهر حكمته، مظاهر رحمته، مظاهر جوده، مظاهر جبروته. نعم، رأيت هذه المظاهر فصار قلبك إيمانا به بوجوده وحبا لهذه الصفات التي يتمتع بها. أثر هذه الرؤية لله من خلال رؤيتك لمكوناته ما هو؟ اشتياقك إلى الله. هذا الاشتياق أيها الإخوة فيه معنيان اثنان، بل أقول بعبارة أدق: ينتاب الإنسان من هذه الرؤية شعوران اثنان. شعور عذوبة الرؤية وإن كنت لم ترى الله بعد. شعور ثاني، شعور هو عذاب الاشتياق. عذوبة الرؤية وعذاب الاشتياق، وأنت تثاب أيضا على هذا أيما ثواب. وهذا أيضا داخل في معنى من معاني التكليف. يعيش هذا العبد بعد أن فعل ما يقوله لنا ابن عطاء الله، بل ما يأمرنا به كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا صريح قول الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. هذا معنى كلام ابن عطاء الله. فإذا عشت في هذه الحياة الدنيا وأصبحت تتقلب فيها تقلب العقلاء، تستعمل بصيرتك ولا تنظر نظر الأغبياء السذج، لابد أن ترى الله من خلال هذه المكونات بالطريقة التي ذكرتها لك: من خلال آثاره، من خلال مخلوقاته، من خلال مظاهر قدرته، من خلال مظاهر حكمته، رحمته، نعمه،
إكرامه جوده جبروته من خلال ذلك كله. تورثك هذه النظرة عذوبة ما مثلها عذوبة، إذ تجد نفسك مع الله عز وجل في كل تقلباتك، لكنها في الوقت ذاته تورثك عذاب الاشتياق إلى الله. وعذاب الاشتياق هذا لك عليه أجر، لا يوجد شيء بدون أجر. كيف عذاب الاشتياق؟ يعني أنا الآن عرفت الله، آمنت به، وما أنظر إلى المكونات إلا وأجده سطورا، أجدها سطورا تتحدث عن وجود الله وصفاته وعظمته وإلى آخره. طيب، إيماني بالله يدعوني إلى أن أطرق بابه بكل مناسبة. ما في الإنسان دائما مفتقر إلى الله، دائما مفتقر إلى الله أيا كانت روحته وأيا كان حاله، أبدا دائما مفتقر إلى الله. طيب، وهو مؤمن بالله، ولا نتحدث عن المحجوبين عن الله. إذا أنا لابد أن أطرق باب الله أسأله، يا رب أنا بحاجة إلى كذا، يا رب أنا مريض عافني، يا رب أهلي أولادي مرضى عافهم، يا رب أنا افتقرت أمني، يا رب أنا خائف أطمئني أمني، يا رب بحاجة كيت وكيت وكيت حققها لي، أدعوه. طيب، بعد حين عاجلا أو آجلا أجد أن الله عز وجل قد حقق، جاءني البريد وقد أنجز الله عز وجل هذا الذي طلبته. طيب، جاءني البريد، رأيت البريد ولم أرى المرسل. تأتيني نعم الله عز وجل كما قلت مرارا، نعم نعم الله عز وجل، هذه الأمطار التي تهمي، نعم من أين جاءت؟ بريد مرسل من عند الله سبحانه وتعالى. وانظر إلى الأرض وإذا بها اخضرت، نعم وأينعت من كل زوج بهيج كما يقول الله سبحانه وتعالى. طيب، نعم عظيمة جدا جدا، انظر إلى الأرض وقد جعلها الله عز وجل معملا لكل أصناف الأطعمة التي تتشهاها نفسي ويحتاج إليها، تحتاج إليها يعني صحتي، يحتاج إليها جسمي. أنظر فأجد أن البريد جاءني من عند الله بنعم، بأرزاق، بأشياء كثيرة وغريبة جدا جدا. أنظر إلى نفسي في المرآة، أجد العافية، أجد الصحة، من أين جاءت؟ من عند الله. وهكذا لا، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها، دائما أجد النعم التي أرسلها إلي الله ولا أجد المنعم، يعني لا أجده بعيني، أنا أجد أثره، لذلك آمنت به. نعم، أدعوه بعد حين أجد الاستجابة جاءت. ما الذي يحصل؟ يحصل أنني أشتاق إلى هذا الذي يفعل بذلك، هذا الذي يكرمني، يعطيني، يحميني، يرزقني، ينيمني عند الحاجة، يوقظني عند الحاجة، يهيئ لي رزقي، حركتي، سكوني، يستخدم الكون كله لأجلي، يحرك سماءه وأفلاكه وأرضه وما بينهما كلها لأجلي أنا. طيب، وأريد أن أراه. من هنا يأتي الاشتياق إلى الله سبحانه وتعالى. رؤية العبد ربه يوم القيامة مظهر من مظاهر التكليف، لأنك لن تراه إلا إذا قمت بعمل. ما هو هذا العمل؟ التأمل والتدبر في المكونات، في المخلوقات التي من حولك، في نفسك، في جهازك الداخلي، في كل ما حولك. قيامك بهذا العمل أداء لبعض ما قد كلفت به من خلال التكليف ترى الله عز وجل. رؤيتك لله سبحانه وتعالى في دار الدنيا نتيجة لعمل كلفك الله سبحانه وتعالى به، ولن ترى الله في دار الدنيا عيانا، لا، وإنما تراه بهذا المعنى الذي أقوله لك. طيب، عندما تراه بآثاره، بنعمه، بقدرته، ببطشه، بجبروته،
مشاعرك تحتاج بك اشتياقا إلى أن ترى هذا الإله، اشتياقا إلى أن ترى هذا الإله. وهذا الشوق هو الذي يحمل هؤلاء الربانيين الذين كثيرا ما نتحدث عنهم ونعيش في مناقبهم. هذا الاشتياق هو الذي حملهم على أن يجافوا جنوبهم عن مضاجعهم، وألا يعني يستلذوا بالرقاد، وأن يقوموا معظم الليل فيناجوا الله عز وجل في غرفة ربما تكون مظلمة لا يرون فيها أحدا. لماذا؟ لأنه في دار التكليف، يرون آثاره، يرون البريد الذي يأتي من عند الله عز وجل لهم، فينهضهم هذا إلى أن يقوموا فيناجوا في سماء وشكر وحمد آنا، في تعظيم آنا، في دعاء وسؤال ورجاء آنا آخر، يلذ لهم هذا لذة غريبة عجيبة جدا. عذاب الاشتياق، ما الذي يبرد لظاه؟ هذه المناجاة، هذه المحاورة، هذا الحديث مع الله عز وجل، لا سيما وأنت عندما تناجيه تعلم يقينا أنه يراك، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، يراك، يسمع نجواك، يرى مشاعرك، يرى خطرات قلبك، كما قال سيدنا إبراهيم: ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم، ولا يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. نعم. فيمضي الإنسان حياته بين إيمان غيبي بوجوده وبين رؤية مستمرة لصفاته، صفات كماله في المخلوقات، وبين عذوبة الإيمان بوجوده وعذاب الاشتياق إلى رؤيته بالعين، إلى رؤيته، يمضي حياته على هذا الشكل. هل هنالك حياة أيها الإخوة ألذ وأسعد من هذه الحياة؟ أبدا، لا توجد. ومن ذاق هذه الحقيقة عرف. ورحم الله إبراهيم بن آدم يوم كان على شاطئ دجلة ومعه بعض أصحابه، فاضطجع ثم قال: إننا في نعيم لو عرفه الملوك لقاتلونا عليه بالسيوف. كثير من الناس ربما يعجب من هذا الكلام إن لم يسخر منه، لكنني لا أعجب، هذه حقيقة، حقيقة. الملوك يعتصرون المال والدنيا وكل ما يملكونه في سبيل ماذا؟ في سبيل أن يتنعموا، في سبيل أن يتقلبوا في رغد من العيش. ولو علموا أن رغد العيش لا يكمن في هذا الجانب، وإنما يكمن في أن ترتفع الحجب بينهم وبين مولاهم، بينهم وبين خالقهم سبحانه وتعالى، فيروا صفاته، يروا مظاهر جوده، يروا مظاهر نعمه إكرامه، فتتحرك بين جوانحهم مشاعر التلذذ برؤية الله لهم وبما يفد إليهم من عند الله، وتتحرك بين جوانحهم مشاعر عذاب الاشتياق إليه، وفي كل حياتهم هكذا يتقلبون. وهذا هو النعيم، أنت مع مولاك سبحانه وتعالى. فإذا رحل الإنسان عن هذه الحياة الدنيا وقد أمضى الشطر الأول من الرؤية، الشطر الأول من رؤية الله، شطر التكليف، شطر رؤية الله في مرآة مخلوقاته، مكوناته، نعمه التي تفد من الله إليك، يحين الشطر الثاني. ما هو هذا الشطر الثاني؟ الشطر الثاني يتمثل في رؤية الله عز وجل تنعيما وتشريفا. يقول لك الله سبحانه وتعالى: لقد طال اشتياقك إلي يا عبدي، وأنا أعلم أنك كنت تدعوني ولا تراني، وأنا أعلم أنك كنت تناجيني في ظلمات دارك ولا تراني، ولكنك كنت تؤمن بي،
كنت ممن يؤمن بي غيبا، لم تنتظر أن تكتحل عيناك برؤيتي، بل اكتفيت بإيمان ببصيرتك التي رأتني، بقلبك بيقينك الذي رآني، وها قد آن أن أريك ذاتي. فترى عندئذ هذا الإله الذي رأيته في نار الدنيا صفات عظمة، مظاهر إنعام إلى آخر ما هنالك. الآن تجد ذات الله عز وجل لا بعين بصيرتك بل بعين بصرك. ورحم الله الإمام الشافعي المطلبي الذي قال وقد سئل: أيرى العبد ربه يوم القيامة بعينه؟ فقال: نعم. واستدل على ذلك بقول الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هذا الكلام قاله الله في حق من يرحلون إذا من هذه الدنيا وهم جاحدون. ثم فسر الآية بهذه الجملة، قال: لما حجب الله قوما عنه بالسخط دل على أن قوما آخرين يرونه بالرضا. نعم. فقال قائل: أيمكن بهذا أيها الإمام؟ قال: والذي نفس محمد بن إدريس بيده لو لم أوقن أنني أنا الله أنني أرى الله في العقمان لما عبدته في دار الدنيا. أي أنني أنتظر جزاء عبادتي رؤيته قبل أن أنتظر الجنة. نعم. ماذا الجنة أثر من أثر الله؟ أنا عشت مع أثر الله في دار الدنيا، أثار الله كلها حولي في دار الدنيا كلها أثار. أنا الآن يوم القيامة أريد أن أرى المؤثر، أريد أن أرى الخالق والمخلوق. الجنة مخلوقة، الجنة أثر من أثار الله. إلى متى أعيش ملتهب الفؤاد؟ أرى أثار الله ولا أرى المؤثر. نعم. وضل في الواقع من صغر تفكيره وضاول عقله فقال: ألا يستحيل أن يرى الإنسان ربه يوم القيامة كما يقول ابن عطاء الله: وسيكشف لك في تلك الدار عن كمال ذاته، يعني يكشف لعينيك. قيل: لماذا يعني يستحيل؟ قال: أن هذه العين لا ترى إلا الأشياء المحصورة في مكان، لأن العين عندما تنظر إلى الشيء ينطلق من العين خطان من زاوية، ثم تسير هذه الزاوية منفرجة. الشيء المرئي يكون محصورا في ظل العين هذه الزاوية، والباري ليس محصورا. أعتقد أي واحد منكم شاب درس فيه يعني من الثقافة يعرف الجواب عن هذا. الباري عز وجل عندما يخلقنا يوم القيامة ويعيد أجسادنا هذه وينزل فيها الأرواح من جديد، هل يخلق فينا هاتين العينين الضعيفتين هكذا بهذا الشكل؟ أم يخلقنا بعينين قويتين مؤهلتين لذلك النعيم؟ طيب، لو كان هذا الاستشكال واردا إذن لكان استشكال آخر واردا قبله: كيف يعذب الله الكافرين في النار عذابا مستمرا في حين أن الإنسان إذا وقي به في النار خلال دقائق يذوب وينتهي؟ فهم أن هؤلاء الجاحدين يبقيهم الله عز وجل يتعذبون في النار عذابا إثر عذاب إثر عذاب. إذا ينبغي أن يقال أيضا: لا، هذا يستحيل، لأن هذا الجسم الذي يتمتع به الإنسان اليوم لا يقوى على الصمود أمام عذاب الله هناك، يعني تلك النار أشد هولا أكثر من يوم واحد مثلا، أكثر ما في أكثر من ساعات ربما أو ساعة. الجواب ما هو؟ أن الله عز وجل يخلقهم خلقا آخر، يمتعهم بأجساد تصبر على عذاب الله، كما أن الله يخلق في عباده الصالحين أجسادا وأجهزة مهيئة للتمتع برغد العيش كما قد شاء الله لهم في تلك الدار. من الذي قال لك إن أذنك هذه ستكون هذه الأذن الضعيفة التي لا تسمع فيها إلى بعض الأصوات وإلى حد معين؟ من الذي قال لك
إنك لن تتمتع إلا بهاتين العينين، ربما تحتاج إلى نظارة كما يوم القيامة. إذا قالوا هذا الكلام يعني بكل، إذا استمرت الحال به بعد قليل يضعف عيناه، يحتاج إلى نظارات في الجنة. إذا لا، هذا الكلام غير وارد. هذا ما ظنه المعتزلة في مرحلة من المراحل عندما تأثروا بأغاليط الفلسفة الإغريقية. الباري سبحانه وتعالى يقول: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هل هنالك كلام أصرح من هذا؟ وجوه يومئذ ناظرة، وليست نظرتها إلا نظرة التهيؤ لرؤية الله عز وجل، إلى ربها ناظرة. طيب، لا نريد أن نتمم، نسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء. ماذا يعني قول الله سبحانه وتعالى في سورة قاف: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد؟ هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. قالوا: المزيد هو رؤية العبد ربه. نعم، وأنت عندما يكرمك الله بجنة خلده ستشعر أن ظمأك لن ينطفئ مهما رأيت النعم تترى من حولك، ومهما رأيت أثامين اللذائذ من حولك، ومهما متعت بأطعمة لا عهد لك بها وبأشربة لا عهد لك بها، سيظل الظمأ يحرق فؤادك إلى أن ترى المنعم، ترى المتفضل، ترى الإله الذي كنت تعبده في الدنيا ولا تراه. أليس كذلك؟ نعم، هذا معنى قول الله تعالى: ولدينا مزيد. إذا رؤية العبد ربه عز وجل شيء أعظم وأمتع وأكثر لذة من الجنة التي تتمتع بها، من الجنة التي يمتعك الله بها. ثم ينبغي أن نعلم شيئا آخر: عندما يخلق الله الإنسان خلقا جديدا يوم القيامة، يهيئه بهذا الخلق الجديد للمتع الجديدة التي يمتعه بها، متع لا تستطيع أن يعني تهضمها في هذه الدنيا. جسمك غير مؤهل لها، قدراتك غير مؤهلة لها. نعم، ربنا عز وجل يخلقك خلقا جديدا ويمتعك بأجهزة وقدرات تستطيع أن تستقبل نعمه الجديدة، وتستطيع أن تتفاعل وتتعامل معها وانتظمها. من جملة هذه النعم التي يهيئك الله لها رؤيته، فيبعث بين جوانحك شوقا لاهبا لرؤيته، ويبعث في كيانك لذة ما مثلها لذة عند رؤيته، وكل ذلك ليمتعك، وكل ذلك ليزيدك إكراما. نعم، إذا لاحظوا هذا الكلام العذب الذي يذكرنا به ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: شطران في حياتنا، كلا الشطرين يتعلقان برؤية الله. الشطر الأول في دار الدنيا، أمرك في هذه الدار بالنظر في مكوناته، أي أمرك أن تنظر إلى الله من خلال مكوناته. هذا النظر نظر تكليف، لأنه في الواقع لا بد من جهد. لذلك وإلا كان كل الناس آمنوا بالله. الملاحدة لماذا آمنوا الملاحدة؟ لأنهم لم يلقوا بالا، ولأنهم حسبوا أنفسهم بشهوات بأهواء بما تعرفون. نعم، طيب، لكن المؤمن جاهد نفسه وفكر وتأمل ونظر في هذه الدنيا نظرا ثاقبا بعين بصيرته، هذا معنى التكليف. فكانت من ثمرات التكليف أنه رأى الله في هذه المكونات، ورؤيتك ورؤيتك لله تتفاوت. أعلى درجات رؤية العبد ربه في دار الدنيا هي الدرجة التي يعبر عنها بماذا؟ بوحدة الشهود. وحدة الشهود، وكم في المناسبات نتحدث عنها، يعني من كثرة ذكرك لله وذكرك لله وربطك النعم بالله تصبح لديك حالة عجيبة. تدخل بستانا من البساتين، أينما التفت فرص الأشجار، فرص ثمار،
فرد زهور فرد ورود، لكن قلبك لا يرى من خلال ذلك إلا الله. ترى المكون، ترى المصور، ترى الصانع، ترى هذا الجميل، ترى هذا كله. نعم، فأنت في ذهول عما تراه عيناك، لأنك منصرف إلى ما يشعر به قلبك. نعم، إذا نظرت إلى السماء سترى كواكب، ترى الشمس، ترى القمر، ترى، لكن عينيك تريان هذه الأشياء إلا أن فكرك، وكل منساق إلى ما يشعر به فؤادك من رؤية الله عز وجل. فعيناك ترى تريان المكونات، وقلبك لا يرى من خلالها إلا المكون سبحانه وتعالى. وإذا دخلت دارك ورأيت أهلك وأولادك وجلست جلسة نعيم، جلسة يعني ثمر نعم عن ذلك، عيناك تريان هذا النعيم الذي أقامك الله عز وجل فيه، لكن قلبك منصرف عن ذلك، ترى أن الله يكرمك بهذا الأمر، ترى أن الباري عز وجل هو الذي نعم أقامك في رغد العيش. فالعين ترى شيئا والقلب يرى شيء آخر. ومن ارتقى إلى هذه الدرجة يعيش في نعيم لا يوصف. نعم، وهو النعيم الذي يعبر عنه بماذا؟ بوحدة الشهود، وحدة الشهود. ولذلك كان يقول قائلهم: كن مع الله ترى الله معك، ودع الكل وحاذر طمعك. نعم، لا تعلق أملا بغيره، إنما يسقيك من قد زرعك. نعم، فهو دائما مع الله سبحانه وتعالى، لكن هذه درجة ثابتة. رؤيتك لله من خلال مكونات رؤية التكليف في درجة ودرجة 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 إلى أن تصل إلى أعلى درجة، وهي درجة وحدة الشهود. ونسأل الله عز وجل أن يرقى بنا إلى هذه الدرجة. هنا التكليف يضعل، مرحلة التكليف تضعل تضعل تضعل، وتزج في حالة من عذوبة رؤية الله ومن عذاب الاشتياق إليه. عذوبة رؤية الله عز وجل وعذاب الاشتياق إليه، هذه نتيجة القيام بواجب الذين يؤمنون بالغيب. بالغيب، نعم، أن تؤمن بالله قبل أن تراه عينك. إذا رأت شو الفائدة؟ إذا شفت الباري عز وجل خلاص ما في تكليف. شو الباري يقول؟ وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. يوم يرون الملائكة، ما البال أنا أقل من أن يروا الله. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين، ويقولون حجرا محجورا. نعم، مزية رؤية العبد ربه في دار الدنيا أن يراه من وراء الحجاب. ما الحجاب؟ ما في حجاب، يعني أن يراه من خلال مكوناته آثاره. نعم، والحمد لله رب العالمين. نختم درسنا بدعاء ولو كان مختصرا. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا وارض عنا ولغيرك لا تكلنا، وعلى السنة والإيمان والعمل الصالح جمعا توفنا وأنت راض عنا. اللهم أكرمنا بسعادة الدنيا والآخرة. اللهم عرفنا نعمك بدوامها ولا تعرفنا إياها بفقدها. اللهم اجعلنا بفضلك وإحسانك ممن يعيشون في نعمة ويتقلبون في نعمة ويرحلون إليك في نعمة. اللهم يا ربنا أعطي كل منا سيله بما يرضيك يا رب العالمين. يا رب انتصر لعبادك المؤمنين المستضعفين، الثكالى، اليتامى، المرملين، المشردين من عبادك المؤمنين في فلسطين وفي سائر مناكب الأرض. اللهم انتصر لهم، اللهم انتصر لهم نصرك المبين. اللهم انتصر لهم كما انتصرت لعبادك في غزوة بدر يا رب العالمين. اللهم اشفي ذلك صدور قوم المؤمنين. اللهم إنك أنت القادر على كل شيء وأنت القهار، فلا قهار من دونك. فنسألك بقاهريتك وبجبروتك وبقدرتك على كل شيء أن ترد عن عبادك المؤمنين كيد الكائدين يا ذا الجلال والأكرام. اللهم إنا نجعلهم ونجعل كيدهم في نحورهم بفضلك يا رب العالمين وقدرتك على كل شيء. تقبل اللهم منا دعاءنا وحقق رجاءنا. نسألك اللهم في هذه الساعة المباركة
بعبادك الشرف الغمر الذين لو أقسم عليك أحد منهم لأقررت قسمه ألا تردنا عن بابك خالدين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.